نحن هنا اليوم في وقفة احتجاجية انتهت بمسيرة من أمام أكاديمية الجهوية التربية والتكوين الدار البيضاء. لماذا نحن هنا؟ نحن هنا تنفيذ البرنامج الذي جاء في بيان المجلس الوطني والذي سطر في برنامج أسبوعيا تخل فيه 3 أيام إدراك في ثقافات وسط الساعات الساعة الثانية والثالثة واليوم الأربعاء 22 وقفة أمام الأكاديمية الجهوية مرفوقة بمسيرة. لماذا نحن هنا؟ أولا لكي نقول أنه لا نقاش لا حلول إطلاقا بدون إسقاط النظام الأساسي المرسوم الذي جاء به، يمكن إصدار المرسوم الآخر يلغيه ونعود إلى نظام 2003 ثم نعمل على تجويده، لا مشكلة في ذلك، تجويد نظام 2003 وليس هذا النظام المشؤوم. لماذا؟ لأنه تضمن الكثير من العقوبات، الكثير من المهام الإضافية، تعتيما كبيرا ومواد قابلة للتأويل على جميع الاحتمالات مما يجعل وضعية الأستاذ فيه هشة جدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها. حتى الآباء الأولياء التلاميذ لا يقبلون بها، كيف تقبل أن يدرس ابنك شخص لا كرامة له؟ هذه نقطة أولى. الثانية، نحن هنا نتحدث بصفتنا تنسيقية وطنية ولسنا لا نقابة ولا فرع لحزب معين ولا نحن هنا نصرخ وتصدح حناجرنا بما طالب قطاعية، وإذا كان هناك من حوار يجب أن يكون مع الناس الموجودين في الساحة الآن مع التنسيقيات. نحن نقدر عمل النقابات نشكرها على ذلك، ولكن بالنسبة لنا الحوار يجب أن يتضمن الأشخاص الفعليين الموجودين في الميدان. هذه نقطة. نقطة أخرى تتحدث عن بعض التسريبات، تتحدث عن زيادات في الأجور وكذا، وهي ليست حتى رسمية. نحن نقول أن خروجنا للميدان ليس مربوطا فقط بالزيادة في الأجور، إنه مربوط بإسقاط هذا النظام، مربوط باستعادة كرامة الأستاذ وبتجويد ليس النظام الأساسي، تجويد المنظومة التربوية. نحن نقبع في قاع سلم الترتيب وهذا غير 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 مقبول. حينما نطرح هذا المثال نريد ان نوضح به، ومثال دولة الشقيقة قطر. التعليم في قطر ما الذي يدرس؟ يدرس هناك اساتذة من المغرب ومن مصر. حينما نرى ترتيب مصر والمغرب بشكل عام في تعليمهم الداخلي نجده متدني، لكن نجد قطر في المرتبة الرابعة عالميا، ومن يدرس؟ المغاربة والمصريين. إذا أين المشكل هنا؟ ليس في الأستاذ، المشكل في الأنظمة والقرارات وتدبير هذه القطاعات. لهذا نقول للحكومة تحملي مسؤوليتك. حينما يخرج الوزراء بتصريحات غير مسؤولة وبعنتريات، كيف تحدث عن اللي يدير على الدولة؟ وهل للدولة تدير حتى يلوها؟ نحن كلنا الدولة، لا يزايد علينا أحد في وطنيتنا، نحن كلنا نمثل الدولة. وإذا كان هناك نقاش بين قطاع في قطاع ما بين من يشتغل في هذا القطاع وبين الحكومة فهو صحي، لأن الكل يريد تجويد هذا القطاع. إذا اعتبرتم تجويد التعليم ولي لذراع الدولة فهناك خلل كبير في الدولة، ونحن نعلم أننا نتبوأ مراتب متقدمة إذا قارنا أنفسنا بدول عربية أخرى وبدول أجنبية. ولهذا فإننا نطالب الحكومة أن تتوقف عن غيها وأن تنصت لصوت الشغيلة، اسمعوا هذه الشغيلة من تقول، أنصتوا لها. إذا النقطة الأخيرة، ظهرت بعض المزايدات من طرف الحكومة أيضا، إذا قامت الحكومة بزيادة في أجور أساتذة فإنها ستأخذها من الدعم الموجه، هذا كلام غير مسؤول. أيوه، وماذا عن القطاعات الأخرى؟ هل هي أيضا أخذت من الدعم؟ يجب أن نكون مسؤولين، رسالة واضحة للحكومة، تحملي مسؤوليتك التاريخية وإلا ستكوني أمام مشكل كبير. نعلم أن الوضع محتقن في البلاد ومسيرات مثل هذه ليست في صلاحتنا. على الحكومة أن تسعى جادة إلى حل هذا المشكل. آخر نقطة وأنا أتحدث هي المزايدة حول التلاميذ. التلاميذ أبناؤنا، أول من يهتم لأمرهم هم الأساتذة، إنهم أبناؤنا، نحن من نمضي معهم ساعات أكثر من آبائهم. أبناؤنا أولئك، حينما نخرج نحتج فلم يعد لنا أي خيار. لنذكر، لقد قمنا أولا بوقفات احتجاجية داخل المؤسسات وفي حصة الاستراحة، ضحينا بتلك
الدقائق القليلة لاستراحتنا ونوجه فيها رسالة للحكومة. لم تهتم بعد ذلك ساعة، لم تهتم ساعتين، لم تهتم. خرجنا بإضراب، خرجنا في يوم مشهود في أمام البرلمان، بعد ذلك مسيرة وطنية حاشدة اهتم لها القاسي والداني، أكثر من 150 ألف أستاذ وأستاذة. والحكومة بماذا تجيب؟ سنقتطع من أجوركم، في خرق سافر للقانون وفي خرق لإحدى أهم مواد الدستور، حق الإضراب، حق المضمون. تخرج الحكومة وتعلن جهارا نهارا أنها ستقتطع من الأجور. كيف تصب الزيت على النار ولا تنتظر أن تزيد اشتعالها؟ كنسميو حنا نظام المآسي، لأن أنا بالنسبة لينا حنا كاملين كيبان لينا بأن هذا هو قانون جنائي وليس نظام اساسي، يعني المحتوى ديالو لا يمت بصله لقطاع التعليم العمومي. هذا النظام الاساسي يدعو الى خوصصه التعليم بجميع حيثياتها بجميع فئاتها. الحكومه دابا كيقولوا ممكن خرجات ديال اعضاء ديال الحكومه، هي الخرجات اللي كنسميوها حنايا كنعتبروها استفزازيه، لان ملي واحد كيقول لنا حنا الدوله، كنقولوا لي بان الدوله هي شعبها، حنا شعب ماشي اساتذه بوحدنا، حنا شعب كنتكلموا دابا لا للحقره لا لخصص التعليم. بغينا نرجعوا للاقسام ديالنا، حنا كاساتذه كندعيو باش نرجعوا للاقسام ديالنا، ولكن باش كندعيو باش يتسحب النظام الاساسي، اول حاجه سحب النظام الاساسي ولا نطلب تجويده، سحبه والاستجابه للقرارات. قبل كنا كنقولوا السحب ديالو ونرجع، دابا كنقولوا استجابه للقرار، هذوك المشاور اللي داروا ديال الحوارات كاملين، استجابه فوريه لجميع الملفات اللي كاينين في هذاك النظام. ما كنطلبوش التجويد ديالو، كنقولوا للوزراء اللي كيخرجوا اللي ما عندهم حتى علاقه بالتعليم وما عندهم حتى علاقه بالتعليم العمومي وكيقري ولادهم اصلا في مدارس خارج المغرب، ما نقولش مدارس خاصه، يخليوا عليهم التعليم العمومي، لان التعليم العمومي عنده ناسه، عنده اساتذه ديالو، عنده ابناء ديالو. انا كنقري في التعليم العمومي وكنقري وليداتي في التعليم العمومي، والابناء اللي كنقري راه ابناء ديالي، ما يبقاوش يضربونا بالاباء ونضربونا حنا. حنا كاملين شعب واحد. اليوم كنخرجوا ملي كيقولوا لنا اقتطاع، لا نخافوا الاقتطاع، اصلا الاقتطاع هو اصلا واحد القرار اللي هو غير قانوني، وكيقول لك اقتطاع اش غيجوعونا الشعب المغربي جائع؟ اش كنتسناو مازال؟ كنطلبوا حريه وكرامه وعداله اجتماعيه، سحب النظام الاساسي من الجريده الرسميه. الاستاذه ربعانيه، الاستاذه ربعانيه.